وان شاء الله معولين في هذا الماتش ناخذ 3 بوان غتسهل علينا المأموريه باش ندوا البطوله 20. كما كتعرف فريق الرجاء البيضاوي يعني كيمارس واحد الضغط، ولكن ماشي شي ضغط كبير. الوداد قادر، يعني ما يقدرش ان الوداد يبقى يخسر 3 ماتشات متابعين ولا 2 ماتشات. وكنقولوا للحسنيه كنتاسفوا ليها من الخروج ديالها من كاس الكاف، يعني كان خروج بالتحكيم كما شفنا، هدف صحيح كيتلغى يعني بواحد الطريقه اللي كما كنعرفوا في افريقيا وفي الادغال الافريقيه. وان شاء الله اليوم راه عازم فريق الوداد البيضاوي باش يحقق 3 نقاط اللي غتسهل عليه الماموريه باش يدخل الديربي معنويات مرتفعه، خصوصا بعد اللقاءات الاخيره اللي فزنا فيهم بنتائج كبيره. جيت نتفرج في الوداد. منين جيتي؟ جيت من كازا. من كازا. والعيون. جيت باش نتفرج في الوداد، وديما وداد. السمارة. وديما وداد وديما وداد. ديما عزانية. إن شاء الله. إن شاء الله. جوج زيرو إن شاء الله. والنهيري النهيري ضروري. جوج جوج زيرو إن شاء الله. عزانية. السلام شوف فيها. السلام شوف فيها أكادير اليوم خاسرين. لا كاين بو خسران. عزانية جوج زيرو. عزانية جوج زيرو اليوم. لا اليوم أكادير اليوم الوداد إن شاء الله غتربح شي جوج. النهيري غيبقى اليوم جوج. لا لا. حسنية والو الوداد اليوم اللي رابح إن شاء الله. حسنية الربح ديال الحسنية اليوم. جوج زيرو إن شاء الله جوج زيرو. أنا ودادي من 1992 تنحب الوداد وتنتمنى للحسنية إن شاء الله التوفيق حتى هي في المسار الإفريقي إن شاء الله، وتنتمنى الوداد إن شاء الله تربح اليوم. وديما وداد بحال الوداد بحال الحسنية، حنا خوت الحمد لله. ملي تلعبوا في الأفريق راه قضية أخرى، هذيك تنكونوا خوت ثاني، ولكن ملي تكون البطولة كل تيحب الفريق ديالو.